الحروف العربية الجزء الرابع. كاف 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 أول حرف في كلمة كلب. لام 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 أول حرف في كلمة لوز. ميم 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 أول حرف في كلمة مفتاح. نون 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 أول حرف في كلمة نمر. هاء 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 أول حرف في كلمة هدهد. واو 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 أول حرف في كلمة وحيد القرن. ياء 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 أول حرف في كلمة يد. هيا نتدرب. ما هو أول حرف في كلمة مفتاح؟ ميم ميم ما هو أول حرف في كلمة وحيد القرن؟ واو واو ما هو أول حرف في كلمة كلب؟ كاف كاف ما هو أول حرف في كلمة نمر؟ نون نون ما هو أول حرف في كلمة لوز؟ لام لام ما هو أول حرف في كلمة هدهد؟ هاء هاء ما هو أول حرف في كلمة يد؟ ياء ياء هائل